الانتخابات، هي تشغل الناس بالكلام، لكن يوم التصويت الناس سيذهبون الى الصناديق ويصوتوا. العنف يا دكتور، انا اعتقد ان العنف لن يظهر في الانتخابات، لان الجهات المكلفه بحمايه الانتخابات اللي هي الجيش والشرطه اعدت خططا وافرادا كافين جدا لحمايه الانتخابات، بالاضافه الى اننا دعونا وكثير من الناس قبلوا دعوتنا ان يكون هناك لجان شعبيه عند كل لجنه تصويت اللي هي فيها 200 صوت 300 صوت، يكون هناك لجان من 7 8 9 اشخاص يحمون اللجنه من البلطجيه ومن المجرمين، وان شاء الله العنف لن يقع، ان شاء الله سيكون في اقل نطاق ممكن او لا يقع اطلاقا ان شاء الله. اللي حصل في سوهاج تقديركم ايه؟ انا اعتقد انها من الاشياء المعتاده في الصعيد، لكن تكبر الان بسبب الحريه الاعلاميه وبسبب وجود الفيسبوك والانترنت والتويتر وانتقال الصور بسهوله، تكبر المسائل، لكنها مسائل كلها متداركه يعني، والصعيد اهلنا في الصعيد متعودين على الحكايه دي طول عمرهم، مش حاجه جديده، وانت صعيدي وعارف يعني. اللي كتب عنها معتز عبد الفتاح واللي كتبوا عنها كل الناس هي نفس الوثيقه. لا ارسلها لحضرتك يعني، انا لسه هقول لك اذا كان هناك وثيقه اخرى ابعتها لي. طيب يقول لي انت غلطان، انا أدعو للدكتور السلمي بأتم الصحة والعافية والشفاء مما ألم به من مرض، وأدعوه إلى أن يتخلى عن هذه الوثيقة السخيفة التي حملت اسمه ظلما وعدوانا عليه. أنا أعتبر هذا ظلم له وعدوان، أعتبر هذا ظلما له وعدوانا عليه، فأرجو أن يتنصر من هذه الوثيقة ويسحبها من السلم. صدر حكم يا فندم في المنصورة بحرمان مرشح الوطني من الترشح وإسكندرية بحقيقتهم في كده. نحن منتظرون الكلمة النهائية اليوم للمحكمة الإدارية العليا اللي المفروض قدامها الطعنين اليوم، وهتقرر فيهم إما اليوم وإما بكرة وقت ما تحكم يعني، وهي الكلمة النهائية تكون المحكمة الإدارية العليا. على أصل الوثيقة، لا يجوز لأحد أن يصدر وثيقة ملزمة للبرلمان ولا للجمعية التأسيسية، هذه الوثيقة منعدمة. حضرتك شايف إحنا في حاجة لثورة جديدة؟ إحنا في ثورة مستمرة، قد تتجدد أوضاعها لكنها ثورة مستمرة لم تنتهي، ثورة لا تنتهي إلا بتحقيق أهدافها أو بوعدها، هي لم توعد ولن توعد إن شاء الله وأهدافها تحقق. نجح في تفريغ الميدان من لا ما نجحش في حاجة. على مسؤولية حضرتك في جمعة يوم 18 نوفمبر؟ ما أقدرش أقول لك، إحنا متفقين نأجل الموضوع إلى يوم الأربعاء، كيف أخبرك الآن بما لم يحن وقته؟ يوم الأربعاء أقول لك على مسؤوليتي أو لا. كافي جدا، لأنه الناس اللي بتشتغل في العمل السياسي عارفة بتشتغل إزاي. أنتوا يا إعلام ما تعرفوش، تتصوروا لازم كل برنامج عايز إعداد وعايز إنتاج وعايز واحد يدفع فلوس ومخرج يجي له، لا الثورات مش كده، الثورات تقول يلا كله بينزل. هل الثورة اتسرقت من المصريين؟ لا ما اتسرقتش ولا حد يقدر يسرقها، هي الثورة إيه ميدالية يسرقوها؟ ثورة حالة نفسية وعصبية إنسانية نعيشها كلنا، لن تنتهي ولن تسرق. في حالة عدم الاستجابة يكون فيها اعتصام يوم 18؟ احنا قلنا كده النهاردة، بس لن نستطيع أن نقرر ذلك إلا يوم الأربعاء، لأنه اتفقنا مع أخواننا ما ينفعش. الرسالة التي يحملها هذا الاجتماع اليوم بكل الأطياف السياسية الحاضرة فيه أن الأمة المصرية رافضة لهذا التدخل غير المسوغ غير الجائز في أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، و لأنه في تفاوض بدأ مع الدكتور وحيد عبد المجيد مقرر لجنة المتابعة بدأ النهاردة والمفروض يتواصل بكرة، فأعطينا فرصة يوم الاثنين والثلاثاء لكي يصلوا إلى قرار بسحب الوثيقة وبإعلان جدول زمني للسلطة. إن فعلوا ذلك خير وبركة، خلاص احنا مش عايزين مشاكل، إن لم يفعلوا ذلك فبيننا وبينهم الميادين والشوارع. دكتور يعني اسمح لي، سمعت المرحلة الانتقالية في الدول التي شهدت الربيع العربي كان فيها خطوات ترتيبية ومنظمة أكثر من الشكل الذي نشهده في مصر؟ لا غير صحيح يعني ده. اتفضل. اسمح لي يعني نرى وكأن هناك نوعا من التجاذب من التنافر بين القوى السياسية من جهة وأدوات النظام الحاكم من جهة أخرى، أيضا هناك نوع من يعني عدم الرضا والصف في الشارع فيما يتعلق بهذا الجدل القائم، سواء ليست هذه الوثيقة ربما هي التي تشكل سابقة في هذا الأمر، يعني ربما هناك أكثر من ملف بهذا الشكل. لكن أنا معترض على قولك أنه في دول الربيع العربي كان في تنظيم أكثر مما في مصر، أنا ما أعرف فين تنظيم أكثر مما في مصر، يعني في القاهرة شفنا اللي حصل في سوريا ده تنظيم أكثر، اللي حصل في اليمن تنظيم أكثر، اللي حصل في البحرين تنظيم أكثر، اللي حصل في ليبيا تنظيم أكثر، ما فيش غير تونس. والذي وقع في تونس وقع بعد 9 أشهر من ثورتها بعد أن سالت دماء وحصلت مصادمات، والحمد لله إحنا ما عندناش دماء ولا مصادمات. أنا راضي عما يجري مع التأخر
ومع المماطلة ومع التسويف ومع عدم النضج السياسي راضي عما يحدث، لأنه على الأقل على الأقل دماء المصريين محفوظة مش مهدرة. وبعدين سنصل إلى نتائجنا إن شاء الله، سنصل. ما أنا مش قلق. المتوقع يا دكتور يعني هل سنكون هنعمل انتخابات في مواعيدها وهنعمل دستور في وقته وهنقيم دولة مدنية ديمقراطية إن شاء الله، ده كله هيحصل، كله هيحصل، وإحنا ماشيين في السكة سنصل إلى هذه النتائج، سنصل. شكرا جزيلا. نعم لا 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 حرام عليكم، لا ولا انقلاب عسكري ولا حاجه، دول غلابه، دول مش عارفين يعملوا حاجه. عليك حضرتك على وقف سوريا من شرط جامعه الدول العربيه، يعني مش عندها سوريا بس، عندها دول اخرى كثيره، وينبغي ان تكيل بمكيال واحد زي ما عملت مع سوريا، ينبغي ان تعمل في اليمن وتعمل في البلاد الاخرى اللي فيها اضطرابات من هذا النوع. اما ان يختار سوريا دون بقيه البلاد واعزلها، فاخشى ان يكون هذا مقدمه لتكرار ما حدث في ليبيا، وعندئذ تبقى كارثه علينا كلنا، واخشى ان يكون هذا مقدمه للعدوان على ايران، وهذه تبقى كارثه على العالم العربي والاسلامي كله. فانا ارجو من جامعه الدول العربيه بكل الجراه دي والشجاعه دي ان تتعامل مع البحرين وتتعامل مع اليمن كما تتعامل مع سوريا، مش بس سوريا اللي فيها مشاكل، كل البلاد دي فيها مشاكل، لازم كله يوزن بميزان واحد. دكتور سليم بس دقيقة واحدة، يعني بعض القوى الإسلامية بدت وكأنها هي التي رافضة للمبادئ الحاكمة للدستور، وفي ظل تأييد قوي جدا من القوى الليبرالية لوضع مبادئ حاكمة للدستور المصري، أو سموها الأول مبادئ فوق دستورية، عدلوا هذا الاسم وقالوا هي مبادئ حاكمة للدستور. يعني كيف ترى المشهد؟ وكيف ترى إن لم يستجب المجلس العسكري لموقفكم هذا؟ ماذا ستقول؟ المشهد إنه ما فيش الآن حد موافق على مبادئ فوق الدستورية، والاجتماع ده اللي حضرته القوى السياسية والأحزاب والمستقلون من جميع أطياف المجتمع المصري إسلامية وغير إسلامية يدل على إنه الرفض رفض عام ومطلق، خلاص خلصت موضوع المبادئ فوق الدستورية، وموضوع الوثيقة دي باطل من أصله مش هينفع. إنما إذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية في موعد غايته نهاية إبريل، أنا أخشى أن تقع البلاد في مستقبل مظلم يمتد بنا شهور أو سنين، الله أعلم. أنا أرجو أن يستجيب وينتهي من هذه الانتخابات في نهاية إبريل عشان نقفل صفحة الفترة الانتقالية ونبدأ العمل كدولة ديمقراطية بما تستحق مصر من مكانة في العالم كله. شكرا شباب، كتر خيركم.